مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة ويوم جديد من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا العديد من الأمور اللي هنتكلم فيها، سواء اللي بتخص المنتخب الوطني الأول واللي تأهل رسميا لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، أو أيضا كمان هنتكلم عن استعدادات النادي الأهلي الهامة جدا جدا لمباراة وفاق سطيف الجزائري في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، وهذه البطوله الهامه جدا. طبعا في البدايه لازم نبارك لمنتخب مصر الاول واللي قدر النهارده ان هو يحقق انتصار مهم جدا على فريق سواتيني نتيجه 2-0. احرز الاهداف احمد حجازي في الدقيقه 19 من الشوط الاول، والهدف الثاني احرزه نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر مروان محسن في الدقيقه 53 من احداث المباراه. بالشكل ده او بالنتيجه دي خلاص النادي او منتخب مصر بالتحديد تاهل لنهائيات الامم الافريقيه 2019 في الكاميرون، وخصوصا بعد ما قدر المنتخب التونسي ان هو يفوز على النيجر هناك في النيجر بنتيجه 2-1. فبالتالي خلاص تونس ومصر نبارك لهم ويتاهلوا رسميا لنهائيات الامم الافريقيه 2019، وده اكيد ده شيء مهم. وهنتكلم بالتفصيل طبعا عن هذه المباراه من الناحيه الفنيه مع ضيوفنا ونجوم ملعب الاهلي، سواء كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حماده صدري، او كابتن اسامه حسني. بعد قليل ان شاء الله هينضموا لنا هنا في الاستوديو ونتكلم اكثر تفصيلا سواء على المنتخب او ان شاء الله كمان على النادي الاهلي. لكن خلينا في البدايه كده نتكلم عن بعض الاخبار المهمه ونبتدي بمنتخب مصر، لان خلاص حدث كان مهم جدا النهارده وتاهلهم بشكل رسمي، ومباراه يمكن كانت جيده سواء من حيث الاداء او من حيث النتيجه ان انت تكسب بره ارضك، حتى لو المنتخب اللي انت قابلته مش بالمستوى الكبير، منتخب يعتبر ضعيف فريق او منتخب السويتني، لكن تبقى النتيجه مهمه جدا، وتاهل المنتخب من خلال هذه المباراه مهم جدا. فوز 2-0، اداء يمكن كان جيد، كان في بعض التجارب اللي عملها مستر اجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، وبيعاونه كمان تيتو جارسيا وسلجادو وكابتن هاني رمزي اكيد. فبالتالي اكيد كان ليهم اهداف، كان ليهم اساسيات معينه عايزين يمشوا من خلالها علشان يحققوا الهدف الاهم والاسمى، هو التاهل لبطوله الامم الافريقيه، بغض النظر عن المنافسين اللي انت بتقابلهم. الاختبار الحقيقي اكيد هيكون امام المنتخب التونسي ان شاء الله، واللي هتكون مباراه مهمه رغم تاهل المنتخبين، لكن تبقى المنافسات الافريقيه القويه ما بين شمال افريقيا والمنتخبات العربيه بتظل مباريات قويه، ودايما كله عايز يكسب الثاني، وهيكون التحدي على مين اللي ياخد المركز الاول في المجموعه دي. لكن احنا زي ما احنا عارفين خلاص الاول والثاني تاهلوا رسميا منتخب تونس ومنتخب مصر. تونس كده عندها 12 نقطه بعد ما كسبت النهارده، المنتخب المصري عنده 9 نقاط، والنيجر واسواتيني عندهم كل واحد نقطه. بالتالي النهارده كابتن هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر بعد المباراه يعني صرح تصريح وقال المنتخب تاثر بغياب محمد صلاح، ومباراه تونس ليست تحصيل حاصل. طبعا غياب محمد صلاح يمكن كان شيء محزن شويه بالنسبه للمنتخب والجهاز الفني، وايضا بالنسبه لكل المصريين اللي بيحبوا يتفرجوا دايما على نجم كبير جدا وميجا ستار هو محمد صلاح. اصيب في المباراه الاولى امام سواتيني هنا في القاهره وبالتحديد في استاد السلام بشد في العضله الضمه، بالتالي الجهاز الفني قرر ان هو ما يصطحبش محمد صلاح معاه لسواتيني. بالتالي اكيد يعني اثر غياب محمد صلاح، لكن ده ادى فرصه لبعض اللاعبين ان هم يشاركوا في هذه المباراه، ان هم يثبتوا حقيتهم بارتداء طبعا منتخب مصر. دي بعض اللقطات اللي معانا من مباراه المنتخب النهارده، لقطات مصوره. فبالتالي النهارده شارك حسين الشحات على حساب محمد صلاح، ولاعب اكيد مميز جدا وكلنا عارفينه حسين الشحات، وادى الشوط الاول بالتحديد بشكل جيد حتى خروجه مع بدايه الشوط الثاني ونزول احمد حسن كوكا. ايضا اعتقد النهارده مستر اجيري جرب طريقه لعب اخرى بدخول احمد حسن كوكا بجانب مروان محسن في بعض اوقات المباراه وبالتحديد مع بدايه الشوط الثاني. فبالتالي يعني اعتقد كان بيلعب 4-4-2 باثنين مهاجمين، دي حاجه جديده شويه على منتخب مصر. احنا عارفين الفتره اللي فاتت كلها كنا بنلعب تقريبا بمحمد صلاح بس بسبب طريقه مستر كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني. فبالتالي كابتن هاني رمزي قال كمان ان مباراه تونس مش هتكون تحصيل حاصل، مش هنلعب المباراه بنادي فيها واجب وخلاص، لا هيكون هدفنا دايما ان احنا نفوز، والهدف الاساسي بالنسبه لنا ان احنا نحتل صداره المجموعه، مش بس ان احنا نتاهل لنهائيات بطوله الامم الافريقيه في الكاميرون السنه الجايه، لا احنا كمان عايزين نتاهل كاول مجموعه، وده هدف اساسي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. قال كمان كابتن هاني رمزي ان بس منتخب مصر مش بيقتصر على محمد صلاح، كان عندنا عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي نقدر من خلالهم ان احنا نحقق الانتصارات حتى لو غاب محمد صلاح، وكان في
طبعا بعض الامور التكتيكيه اللي حصلت النهارده او اللي ظهرت خلال المباراه بشكل عام على مدار الشوطين. ايضا مستر اجيري اتكلم عن غياب محمد صلاح امام سويتني وقال لاعب مهم محمد صلاح بالطبع، لكن قال انا بدرب منتخب مصر مش بدرب محمد صلاح. ده شيء طبيعي وتصريح اعتقد مناسب جدا من مستر اجيري، هو عارف طبعا اهميه وقيمه محمد صلاح، ثالث احسن لعيب في العالم وثالث احسن لعيب في اوروبا وبينافس كمان على البالون دور خلال الفتره الجايه الكره الذهبيه، فبالتالي هو عارف قيمه محمد صلاح جيدا. لكن التصريح المهم جدا بالنسبه له وبالنسبه للناحيه النفسيه لبقيه اللاعبين ان انا مش بدرب محمد صلاح، انا بدرب منتخب مصر. ده على حد كلام مستر اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وشايف ان هو عنده العديد من اللاعبين المهمين جدا يقدروا يقودوا المنتخب خلال الفتره الجايه، وان شاء الله ان هم يقدروا يحققوا النتائج المطلوبه والاداء المطلوب من خلالهم ان شاء الله، سواء عندنا تريزيجيه عندنا العديد من اللاعبين بصراحه، كمان ايمن اشرف قدم مباراه كبيره، احمد حجازي، محمد الشناوي، يعني طبيعي جدا ان المنتخب المصري يكون مليء بالعديد من النجوم. قال المنتخب النهارده، ده مستر اجيري طبعا، قال المنتخب النهارده ظهر بشكل جيد جدا سواء من الناحيه البدنيه او من الناحيه الفنيه، ولسه كمان خلال المراحل المقبله ان شاء الله هيبان شكل وتقييم مستر اجيري والمنتخب الوطني من خلال المباريات القويه، وهتكون اولها مباراه المنتخب التونسي، وهي اكيد مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للمنتخب المصري، حتى لو خلاص الفرقتين صعدوا لنهائيات الامم الافريقيه. المطلوب طبعا من اتحاد الكوره ومطلوب من المنتخب المصري في الايام اللي يكون فيها مباريات دوليه ان الفريق يلعب او المنتخب يلعب مع بعض الفرق القويه على المستوى العالمي عشان المستوى يزيد شويه بالنسبه للاعبين، خصوصا ان احنا الثلاث مباريات اللي لعبناهم مباراه امام النيجر مباراه او فريق يعتبر ضعيف مش بالمستوى الكبير اللي نقدر نقيس من خلاله امكانيات المنتخب المصري وايضا امكانيات الجهاز الفني، وايضا كمان مباراه او مباراتي سواتني بالتحديد، فبالتالي لسه الحكم على الجهاز الفني واللاعبين، مش عايزين نستعجل في الحكم وفي نفس الوقت مش عايزين ناثر عليهم من الناحيه المعنويه. الناس عملوا او حققوا من خلال ثلاث مباريات اعتقد احرزنا 12 هدف، استقبلنا هدف وحيد، يعتبر شيء جيد بالنسبه للمنتخب الوطني، لكن ان شاء الله كمان الاهم المباريات القويه يبان فيها شخصيه منتخب كبير جدا زي المنتخب المصري، عنده 7 بطوله امم افريقيه، اكثر منتخب قدر يحقق هذه البطوله، عنده أرقام كبيرة جدا، لسه متأهل لنهايات كأس العالم الماضية، وهيكون أكيد هدف من ضمن الأهداف الأساسية للجهاز الفني الجديد وللاعبين إن شاء الله التأهل لنهايات كأس العالم 2022. مش عايزين نقعد فترة كبيرة تانية عقبال ما نتأهل لبطولة أو أهم بطولة زي بطولة كأس العالم. ده بالنسبة للمنتخب المصري، ولاحقا طبعا هنتكلم وهنحلل بشكل فني أكثر كمان عن هذه المباراة مع ضيوفنا الأعزاء اللي هيكونوا منورينا النهاردة في الاستوديو. طيب بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي عنده استعدادات قويه جدا لمباراه وفاق سطيف، زي ما احنا عارفين الفريق قدر ان هو يفوز في مباراه الذهاب استاد السلام بنتيجه 2-0 كانت قابله للزياده مع نهايه المباراه بالتحديد اخر 10 دقائق، النادي الاهلي كان قادر ان هو يحرز هدفين كمان على الاقل ويريح اموره شويه قبل مباراه العوده امام فريق وفاق سطيف، هتكون مباراه صعبه جدا خصوصا موجود او بعض العوامل اللي هتكون عقبه بالنسبه للنادي الاهلي. اوريدي لاعبي النادي الاهلي الجهاز الفني بقياده مستر بيرس كارتيرون متعودين على هذه العقبات في افريقيا، لكن عندك عقبه الملعب هتكون ارضيه ترسان، عندك عقبه الجمهور الكبير جدا، الجمهور الجزائري اللي يعني بيمتاز بالحماس الكبير جدا، ده ممكن ياثر ايضا على اللاعبين، لكن ان شاء الله الفريق هيكون قادر ان شاء الله ان هو يتاهل من الجزائر لنهائي هذه البطولة اللي وصلنا للنهائي طبعا الموسم الماضي امام فريق الوداد وما قدرناش ان احنا نفوز بالبطولة، ان شاء الله السنة دي نكون موفقين ويكون النادي الاهلي موفق والجهاز الفني واللاعبين في حصد هذا اللقب الغالي واللقب التاسع ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي من حيث القاب دوري ابطال افريقيا، وهي البطولة المهمة والاساسية بالنسبة لجمهور النادي الاهلي. كل البطولات بالنسبة للنادي الاهلي هي مهمة، وكل البطولات بالنسبة لجمهور النادي الاهلي لازم نكسبها ان شاء الله باذن الله، لكن الاهم نتكلم يعني بصراحة كده هي بطولة دوري ابطال افريقيا، مهم جدا ان هي ان شاء الله ترجع النادي الاهلي عشان من ثم ان شاء الله الفريق يقدر يتأهل لكأس العالم للاندية. بالتالي استعدادات قوية، النهاردة كان في مباراة ودية في اطار هذا الاستعداد بالنسبة للنادي الاهلي امام فريق المصرية للاتصالات، انتهت بنتيجة 6-0، احرز الاهداف وليد سليمان اللي بيستمر في تألقه خلال الفترات اللي فاتت وبالتحديد كمان من بداية الموسم، الراجل واخد الامور بمنتهى الجدية، رسمي ودي ما شاء الله، نمسك الخشب اهو، وليد سليمان هيكون يعني ان شاء الله احد العناصر المهمة في تأهل النادي الاهلي
لنهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله كمان نفوز بالبطوله. لاعب مهم احرز الهدف الاول النهارده من ضربه حره مباشره عند الثمان احمد حمودي، اللي يعني مستواه في ارتفاع مستمر، وده شيء جيد جدا وخبر سعيد جدا بالنسبه لكل الاهلاويه، لان احمد حمودي يعتبر من اللاعبين المميزين جدا، وراجل احترف في اوروبا فريق بازل ولعب على مستويات عاليه جدا، فبالتالي عودته لمستواه هيكون شيء جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي واضافه. بالتالي احمد حمودي يقال ان هو احرز هدف رائع. كل الاهداف بالمناسبه وكل المباراه بشكل عام هتذاع على قناه النادي الاهلي في تمام الساعه الواحدة صباحا، يعني بعد 3 ساعات إلا 10 دقائق من دلوقتي. ايضا احرز الاهداف كمان النهارده بخلاف وليد سلمان احمد حمودي، كمان عمرو سلية احرز هدف، احمد الشيخ، محمد نصير، ده احد نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا ميدو جابر اللي طمن عليه الجهاز الفني بشكل كبير النهارده. زي ما احنا عارفين ميدو جابر كان يعني عنده اصابه خلال الفتره السابقه ابعدته عن النادي الاهلي بشويه، لكن الجهاز الفني بيجهز ميدو، هو احد العناصر تعتبر بقت مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، وشيء يحسب للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون ان ميدو جابر يعود لمستواه. كان مجمد لفترات مع النادي الاهلي فترات سابقه، لكن اعتقد بقى احد العناصر المهمه في صفوف الفريق، احرز هدف النهارده. بالتالي النتيجه خلصت 6-0 بالنسبه للنادي الاهلي، شيء معنوي جيد بالنسبه للفريق قبل مباراه يوم الثلاث اللي جاي، يعني بعد اسبوع من دلوقتي مباراه العوده امام فريق اوفاق ستيف. بمناسبه الفريق النهارده، بكره هيكون عندهم راحه، بكره هيبقى راحه بالنسبه للنادي الاهلي. مستر باتريس كارتيرون قرر ان بكره الفريق ما يتمرنش علشان ما يبقاش فيه احمال بدنيه كتير على اللاعبين قبل مباراه مهمه زي مباراه اوفاق ستيف. اكيد في برنامج تاهيلي، برنامج اعداد بدني مهم جدا بالنسبه للاعبين والجهاز الفني خلال الاسبوع ده، علشان ان شاء الله يكونوا لاقين بشكل كامل، وخصوصا في ظل عوده العديد من اللاعبين من الاصابه. يعني النهارده من ضمن مكاسب مباراه المصريه اتصالات عوده سعد سمير. سعد سمير احد العناصر المهمه جدا في خط دفاع النادي الاهلي، فبالتالي اكيد ده شيء مهم جدا، وانا بتكلم بالتحديد عن سعد سمير لانه هو مقيد في دوري ابطال افريقيا، عودته هتكون مهمه خصوصا في ظل غياب علي معلول. هو مش نفس مركز علي معلول، لكن لو اصبح جاهز سعد سمير هيشارك بشكل طبيعي جنب سالف كلوبالي كمساك، وهيرجع ايمن اشرف كباك ليفت، وهو احد اللاعبين المهمين كمان، فبالتالي الامور هتبقى ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي النهارده الاطمئنان على سعد سمير كان شيء جيد ومهم بالنسبه للجهاز الفني. ايضا كمان عوده بعد غياب طويل حوالي من 8 ل 10 شهور تقريبا، رامي ربيعه غايب من شهر واحد، النهارده خد بعض الدقائق في المباراه، وهو كان بقاله فترة عاد خلاص أو بقى لائق طبيا بشكل كبير للمشاركة في التدريبات الجماعية، فبالتالي الجهاز الفني اطمأن كمان على رامي ربيعة تحسبا أو بشكل كبير. كمان رامي ربيعة هيتم قيده في يناير عشان ينضم لصفوف الفريق ويكون متاح للجهاز الفني للمشاركة في المباريات الرسمية. فبالتالي النهاردة من ضمن المكاسب المهمة في مباراة المصرية للاتصالات عودة سعد سمير والاطمئنان عليه، وكمان عودة رامي ربيعة، وهو أحد الأوراق الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لمنتخب مصر. فبالتالي ده شيء من او خبر من الاخبار المهمه والجيده جدا ونتاج مباراه اليوم. كمان عايزين نتكلم عن علي معلول. علي معلول غيابه اكيد هيكون مؤثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، هو احد الركائز الاساسيه سواء بالنسبه للنادي الاهلي او المنتخب التونسي. اصيب مع نهايه مباراه وفاق ستيف، كان بيشوط شوطه كده جاله مزق في العضله الضمه، تم عرضه على طبيب النادي الاهلي في البدايه وشخص حالته بان هي مزق في العضله الضمه، بالتالي بعد كده راح على تونس طبيب المنتخب التونسي الممتاز بصراحه وشخص نفس التشخيص، تم عرض الاشعه على بعض الاطباء الالمانيين، كان في تفكير ان يبقى في جراحه بالنسبه لعلي معلول، تم الاستقرار في النهايه على ما يكونش في جراحه بالنسبه للاعب، ويتم حقنه بعض الحقن اللي هي من خلالها يتم تنشيط العضلة الضمة مرة أخرى. النهاردة كان أول يوم علي معلول يبتدي ياخد الجرعة الأولى من الحقن، وده أكيد شيء هيكون مهم بالنسبة له خلال البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الإصابة. إصابة رخمة شوية بلغة الكرة كده، إصابة العضلة الضمة بالنسبة لأي لعيب تبقى صعبة شوية وهتاخد وقت كبير. علي معلول هيغيب من 2.5 لـ3 شهور حتى عودته إن شاء الله للملاعب سالما. نتمنى لعلي معلول كل التوفيق خلال مرحلة علاجه عشان يرجع ويكون إضافة كالعادة بالنسبة للنادي الأهلي، وخصوصا الفترة الأخيرة بصراحة كان الراجل متألق بشكل كبير جدا وأحد مفاتيح لعب النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي عنده العناصر البديلة اللي تقدر تعوض غياب علي معلول، سواء أيمن أشرف سواء صابر رحيل المتواجدين في القائمة الأفريقية. إن شاء الله نتمنى للفريق ككل كل التوفيق خلال المرحلة الهامة المقبلة.
احمد علاء كمان المدافع عن النادي الاهلي بيجري اشعه الاطمئنان على اصابته. احمد علاء يعني مران امبارح كان تعرض لكدمه كده خلال التدريبات الجماعيه، فبالتالي ما شاركش النهارده في المباراه الوديه امام مصريه اتصالات. بالمناسبه هو لاعب يعني بروميسنج زي ما بيقولوا كده، لاعب مبشر بشكل كبير جدا، مدافع جيد. هو طبعا مش مقيد في القائمه الافريقيه، فبالتالي الفتره دي هو بعيد عن الصوره، لكن ان شاء الله هيكون من احد العناصر المهمه جدا عقب بطوله دوري ابطال افريقيا طبقا للرؤيه الفنيه اكيد بالطبع، سواء لمستر باتريس كارترون او كابتن محمد يوسف مدير الكره والمدرب العام. فبالتالي احمد علاء هيعمل اشعه عشان يطمن على اصابته ومن ثم تحديد مده غيابه، وبعد كده ان شاء الله يعود للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي عشان يكون لائق للمشاركه في المباريات المحليه مش مباريات دوري ابطال افريقيا. نتمنى اكيد كل السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي، خصوصا الفريق الفتره دي بيمر بالعديد من التحديات الهامه والصعبه جدا. عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، عندك البطوله العربيه كاس مصر والدوري، كلها بطولات مهمة بالنسبة للنادي الأهلي. أي بطولة بيشارك فيها الفريق هدفه الأساسي هو تحقيق البطولة، لكن زي ما قلنا في البداية نركز على هدف أهم وهو دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق خلال هذه البطولة، يتخطى فريق أو عقبة كمان فريق وفاق سطيف، ومن ثم نشوف بقى هنقابل سواء أول أغسطس الأنجوليا أو حتى فريق الترجي التونسي، أيا كان هنقابل مين إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في إسعاد جمهوره كالعادة ويرجع هذه البطولة دولاب بطولات النادي الأهلي. بعد الفاصل هيكون معانا طبعا نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حمادة صدقي، وأيضا كابتن أسامة حسني عشان نتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن مباراة مصر النهاردة أمام سواتني، وكمان عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة وفاق السيف الجزائري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفاصل.